قبل قليل شوط الختام، وهو الشوط 19 من أشواط هذا المساء في هذه الليلة. أتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا الشوط، شوط الختام، ولحظات ونوافيكم بالخمسة المراكز المتقدمة الأولى. إذا مشاهدينا الأعزاء، أذكر بأن السيلية هي من فازت بالشوط الأول الرئيسي من أشواط هذا المساء، مملوكة لهجن الشيحانية مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، بينما البصير هو من فاز بالشوط الأول الرئيسي للقاية القعدان، المملوك لهجن الشيحانية مع المضمر سالم بن فاران المري، وهو صاحب أفضل توقيت. وتشاهدون البصير على شاشة التلفزيون بسبع دقائق 33 ثانية 62 جزء من الثانية. هذه ملخص أشواط هذا المساء، ونحن مشاهدين الأعزاء مع شوط الختام. ربما يتحطم التوقيت الزمني في هذا الشوط، الفرصة قائمة ومتاحة للمشاركين في آخر فرص هذا المساء. مقدمة الشوط الوجبة لهجن الشيحانية مع المضمر سالم بن فاران المري، بينما الدور دور المركز الثاني هوايل أيضا لهجن الشيحانية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ننتقل إلى المركز الثالث، وهنا العنود لهجن الشيحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير، النقلة على المركز الرابع، وهنا الغارية لهجن الشيحانية المضمر سالم بن فاران المري، وتسلل ودخول على الغارية من الداودية أيضا لهجن الشيحانية مع المضمر سالم بن فاران المري، ودخول وتسلل أيضا من الدوحة أيضا لهجن الشيحانية مع المضمر سالم بن فاران المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا إلى أعزاء الخمسة المراكز المتقدمة الأولى، وما زالت الوجبة على صدارة الشوط، وهناك المضايقة من هوايل من ترقص على المركز الثاني وتتقدم تقدم ممتاز مع سلطان الوهيبي في التضمير. المركز الثالث الدوحة تتقدم وتتسلل إلى الأمام من هجن الشيحانية برفقة المضمر الكبير والقدير سالم بن فاران المري. ننتقل مشاهدين الأعزاء إلى المركز الرابع، وهذا التقدم الملموس من مزنة، تعود ملكيتها لهجن الشيحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير، بينما المركز الخامس العنود أيضا من هجن الشيحانية وسلطان الوهيبي في التضمير. ولكن الوجبة يا مشاهدين الأعزاء على مقدمة الشوط منذ الانطلاقة، وأيضا تحركاتها ممتازة، بينما هوايل تلاحق وترافق مزن الوجبة على المركز الأول. هذه هوايل أيضا من هجن الشيحانية برفقة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وثالث المراكز الدوحة والمضمر سالم بن فاران، وهنا هوايل ما بين هذين الشعارين العملاقين، شعار هجن الشيحانية وأيضا تقل شعار هجن الشيحانية، ولكن مع المضمر سلطان الوهيبي أرى على المركز الأول، والمركز الثالث مع المضمر سالم بن فاران يحاصر هوايل بهذين الاسمين القويين. ولكن التعزيز والدعم اللوجستي لشعار هوايل ومتابعة الوهيبي يصل في هذه اللحظات مع مزنة لهجن الشيحانية والمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء هنا التقدم الواضح، تقدم من العنود لهجن الشيحانية، وأيضا دخول على العنود من سرابة الحمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري، يصل شعار بن سهيل ويختطف المركز الخامس مع شعار هجن الشيحانية في هذا الشوط وفي هذا المساء. هذا كل ما لدينا مشاهدينا الأعزاء، نعود إلى مقدمة الشوط وإلى الوجبة التي ما زالت تسيطر على مقدمة الشوط، ولكن هنا سيل قادم من اللقاية، لقاية قادمات ورافعات رايات التهديد في آخر أشواط المساء لمن شوط الختام. عموما وعلى كل حال، هذا الشعار استهل أشواط هذا المساء وأيضا فاز بجميع النقاط الماضية، ونتمنى له التوفيق في هذا الشوط ليكمل العلامة والدرجة الممتازة 100% أشواط المساء. شحانية وعنابية اللون ما زالت هنا على الصدارة وترقص على أرضية الميدان. الوجبة 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 مشاهدينا الأعزاء
من أجل الشيحانية والعملية التضمير مع سالم بن فاران المضمر الذهبي القدير، من يحمل شهادة دكتوراه هو أيضا بروفيسور في هذا المجال، في هذا المجال. ولكن دير بالك، أرى العملاق، أرى العملاق، العملاق، العملاق مع شعار هجن شيحانية، مع هوايل يقدم هوايل وتتسلل من الجانب الآخر الدوحة، وأيضا تتقدم هنا العنود أيضا من هجن شيحانية، ومزنة أيضا قادمة، ولكن الوجبة انطلقت مع لوحة الكيلو متر الأخير لتبتعد، وجرت هذا الشوط، جرت الشوط، جر وأيضا دخول واقتحام من منوه منوه على المركز الرابع، من أتت من المراكز الخلفية مباشرة إلى رابع المراكز، بينما المركز الخامس الدوحة أيضا لجنة الشيحانية. ولكن أعود، يا سلام، الله 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 الله، شوط رئيسي هذا، مو بشوط ختام، شوط رئيسي من خلال انطلاقة الوجبة اللي جرت الشوط، وأيضا تلاحقها الدوحة. وسالم بن فاران يتألق في هذا الشوط، يتألق المضمر الذهبي، ذهب في ذهب، ذهب في ذهب في هذا المساء، ذهبي ومضمر ممتاز. يا سلام يا بن فاران مع هجن الشيحانية، شوارد هجن الشيحانية، نوادر هجن الشيحانية تحلق وتستعرض أمام المتابعين وأمام الجمهور. يا سلام، هذه الوجبة مشاهدينا الأعزاء، والتوقيت في خطر، التوقيت، توقيت المصير يا بن فاران في خطر. من اختطف الشوط الرئيسي للقاية القعدان الآن أيضا في خطورة من نفس الشعار ومع نفس المضمر. هذه الوجبة مشاهدينا الأعزاء تنطلق انطلاق ممتاز، وعشرة على عشرة يا سالم بن فاران، عشرة على عشرة لهجن الشيحانية، هذه هجن الشيحانية العملاقة المعروفة، هذه وهذا هو الاستعداد الكبير للسباقات القادمة، وأيضا للختاميات التي واشكت واقتربت وأيضا هي على الأبواب. هذه مشاهدينا الوجبة تختتم هذا الشوط، والتوقيت في خطر كما ذكرت بدون أي تعليمات ولا أوامر. يا سلام يا سلام يا سلام. إذن هذه الوجبة تصل إلى خط النهاية الدوحة على المركز الثاني مع المضمر سالم بن فاران، المركز الثالث الوصول من منوى لهجن الشيحانية مع المضمر سلطان الوهيبي، المركز الرابع الدوحة لهجن الشيحانية مع المضمر، مع المضمر سلطان الوهيبي أيضا، المركز الخامس هوايل لهجن الشيحانية مع المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه الوجبة 7 دقائق 38 ثانية، 58 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الشيحانية، والتهاني موصول للمضمر سالم بن فاران المري، تهانينا والناموس. المركز الثاني الدوحة توقيتها 7 دقائق 41 ثانية، 68 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الشيحانية، والتهاني موصولة للمضمر سالم بن فاران المري. المركز الثالث كان الوصول من منوه 7 دقائق 49 ثانية، 68 جزء من الثانية، تهانينا لهجن الشيحانية، والتهاني موصولة للمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أيها الأعزاء، بهذه النتيجة لثلاثة المراكز